جمهوره هاي جمهور الطمانة جاي براله أم الجمال الباد خلي مستواها عال عال خلت مزاين البنات حالة يرثى له عيونها آخر سنة توردهم على ستين جال سلهمة من رمشها تهوي بهم فهوى تقول وبحزر فرض طشن وزاويها الحيار من عند الشيخ والقفور الخضر هي منزالها من عند الشيخ والقفور الخضر هي منزالها جمهورها جمهور الطمانة جاي برانها أم الجمال الباد خلي مستواها عال العال خلت مزايد البنات بحالة يرثالها خلت مزايد البنات بحالة يرثالها عيونها آخر سن توردهم على ستين جال سلامة من رمشها تهوي بهم فهوالها وخشم مثل حتى الهنادي في ميادين القتال والموت كل في معنقها وحبة خالها ولحم بياض مزنة فيها من العب الزلال يضوي سنا برقه علينا من ورا سلسالها يضوي سنا برقه علينا من ورا سلسالها وجدايل انت خسوة اهدابها فوق الخيال يكسي ظهرها مثل ما يكسيه قطعة شالها خصر مجوع لو تبي قسته على حجم العقال تكسر خطاويها ردايفها وذا موالها تكسر خطاويها ردايفها وذا موالها عظم الحشاها كاملة بالوصف لله الكمال بدك شيوخ مدللة يحققوا منالها الشيخة ومأمرة من حقها بنت الدلال تقبل كمامك الضمير اللي أقبلت بالحالها تقول وبحزر فرض طشن وزاويها الحيار من عند الشيخ والقفور الخضر هي منزالها من عند الشيخ والقفور الخضر هي منزالها جمهورها جمهور الطمانة جاي برانها أم الجمال الباد خلي مستواها عال عال خلت مزاين البنات بحالة يرثالها خلت مزاين البنات بحالة يرثالها عيونها آخر سن توردهم على ستين جال سلهمة من رمشها تهوي بهم فهوالها وخشم مثل حتى الهنادي في ميادين القتال والموت كل في معنقها وحبة خالها ونحرم بياض مزنة فيها من العب الزلال يضوي سنا برقه علينا من ورا سلسالها يضوي سنا برقه علينا من ورا سلسالها وجدايل انت خسوة اهدابها فوق الخيال يكسي ظهرها مثل ما يكسيه قطعة شالها خصر مجوع لو تبي قسته على حجم العقال تكسر خطاويها